مساء الفل يا كابتن احمد. انا خليك يا كابتن شويه منور. يعني بعد كل اللي انت قلته ده مش عارف اقول لك ايه طبعا، ولكن انت عارف احنا العلاقه يمكن يعني علاقه كبيره ما بيني وما بينك، سواء يمكن انا تشرفت طبعا ان انا لعبت معاك وانا صغير مع في المنتخب، وبعد كده كملنا مع بعض فتره طويله، وبشكرك طبعا على الكلام ده كله، وبشكرك يعني شكر كبير وفريق الاعداد كله على التقرير اللي عمله، وسعيد ان انا اكون موجود معاك، وطبعا اكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله باذن الله في طبعا الكان 2019 ان يحققوا الفرحه للشعب المصري ان شاء الله. رجليك بتاكلك؟ اكيد طبعا اكيد، كل ما بشوف انتوا كمان يمكن عاملين حاله حلوه قبل البطوله، واتمنى ان لعيب المنتخب يكونوا بيتابعوا ده، ان انتوا بتذيعوا الماتشات بتاعه 2006 على 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 تايم دلوقتي. انا لما بقعد اتفرج عليها والله انا يعني بحس ان انا بتفاعل مع المباراه من حيث القوه والاصرار والروح العاليه جدا ومسانده الجماهير الكبيره اللي موجوده، فاعتقد ان يمكن تدي دفعه كبيره للعيبه. اكيد اي واحد يعني كلنا كلاعيبه كوره نتمنى ان احنا نكون موجودين، ونتمنى ان احنا نكون مشاركين، وفي حدث كمان لما بيكون في وسط ارضك وفي جمهورك اعتقد بيبقى ليه شكل مختلف. كمان البطوله دي انا شايف ان فيه حاجه حلوه، يعني في تكاتف. يمكن انا طبعا حظت بشرف صاحب القرعه وكان تحت سفح الهرم، وقد ايه الاهتمام من البدايه بصاحب القرعه كان شكله حلو قوي. الحاجه الثانيه الاستعدادات، سواء طبعا الاستعداد واضح وباين ان في تكليف من طبعا السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي ان فعلا كل حاجه تطلع بشكل دقيق جدا، وان البطوله فعلا تظهر بشكل قوي جدا، وان تكون رساله للعالم كله ان احنا قادرين لما بنحط حاجه في دماغنا نقدر ان احنا ننظمها.